إلى أي حد تمكن إدمان الأشرطة الخليعة من فئات واسعة من البالغين واليافعين على حد سواء؟ مساحة احتلال المغرب مراتب متقدمة في تصفح المواقع الإباحية على الإنترنت. ما هي تداعيات استهلاك الجنس الافتراضي على الصحة النفسية، النشاط الجنسي والحياة الاجتماعية؟ ثم كيف السبيل لإشاعة ثقافة جنسية مؤطرة قيميا وأخلاقيا تلقن عبر مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية؟ إدمان الأشرطة الإباحية موضوع عدد هذا المساء من برنامج بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. أسر المحافظة ديما ما كتشدوي في داكشي، أنا صعيب تقدر تمشي تخرج تدوي عند الأب ديالك ولا الأم ديالك تشرح ليك هادي تقول ليها ما يمكنش، أجي شوية ناقصة طايحة شوية ما جاتش. مع المجتمع أجي تمشي مع الدراري صحابك هادي نشوفوا هادي 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 تا كتش، ولكن داكشي كيفوت سن المراهقة ما كيبقاش عاوتاني داكشي، كيجي واحد لاج كيفوت داكشي، داكشي كيمشي مع لاج ديالو. الدوافع ديال الإنسان عنده نقص، وعندو نقص ما عندوش حد، شنو نقول لك ما عنده نقص، عنده نقص في راسه هو اصلا ما عارفش يوصل شي حوايج خصهم يشوفوا، داكشي راه ما خدامش اصلا، داكشي راه غير مرض كيزيد يمرض ما خدامش، داكشي انا حسب نظري وصافي. هذا اللي كيلتجئ لهاد لي سيت هادو داكشي عنده خصاص، عنده نقص، عنده شي حاجه اخرى في حياته كيعبر بها، المهم ضروري انسان راه خاص بنادم يتزوج يشد طريق الله، راه كاينين جوج طرقان، كاين الطريق الصواب وكاين الطريق الخطأ. داكشي ديال الغرب دابا افلام فهمتي، هادشي ديال العولمه وهادشي ديال المونديزاسيون، تبغي هادشي ديال الانفتاح على العالم، تجيب لينا حنايا داكشي وما عندناش حنا هادشي في التقاليد ديالنا، وكاع ما عندنا حنا هادشي، واحد تيمشي تنكب على داك داكشي اللي كانوا باغيين الناس ديال اوروبا راه وصلوا ليه. شنو كانوا باغيين؟ بالله ان العرب ايوا يديروا داكشي كثر منهم هما. كاين اطباء نفسيين نورمالمون اللي متخصصين نورمالمون في سو جور دو مالادي، فاش كان كونت دو ديفيان اكرو بحال الكول بحال لا سيجاريت بحال نيمبورت كيل شوز، بس دو ديفيان كيرجع مرض اللي كيخصو يتريتا كيخصو يتعالج. مساء سعيد أوفياء بدون حرج أينما كنتم، أرحب بضيوفي في الاستوديو وأبدأ بالأستاذ حسن السرات الباحث في الفكر الإسلامي وصاحب مؤلف الإباحية الجنسية سلاح دمار شامل. مساء الخير. أهلا وسهلا، شكرا لك، مرحبا. أرحب كذلك بالدكتور محسن بن يشوى الطبيب النفسي أخصائي الاضطرابات الجنسية. مساء الخير. أهلا وسهلا. على يساري يسعدني أن أستضيف السيد عبد العالي غامي رئيس جمعية منتدى الطفولة. مساء الخير. مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك، والترحيب موصول للدكتور فؤاد بلمير الأستاذ الباحث في السوسيولوجيا. مساء الخير. مساء الخير. دكتور بلمير، البداية ستكون كما جرت العادة بالتعليق على ما جاء في الشهادات، وهناك كما لاحظنا إقرار بالحالة، ولا واحد من المواطنين أنكر، بل هناك من اعتبرها الواقع البديهية المتصلة بفترة المراهقة. أستاذ إيمان، مرة أخرى برنامج بدون حرج سيحاول أن يرفع الحرج عن موضوع له من الأهمية ومن الراهنية ما يجعله جديرا بالمشاهدة. الشهادات اللي جات في الروبورتاج نصنفها في ثلاثة ديال الأنواع. كاين النوع الأول اللي تحدث على أنه من الصعب جدا أن نتطرق إلى الموضوع داخل الأسرة، هذا جانب مهم جدا سنعود له بطبيعة الحال في النقاش. الجانب الثاني بطبيعة الحال لم ينكروا وحاولوا أن يعطي واحد تفسير لنفسي، وكاين الجانب الثالث اللي مهم جدا كذلك والذي سنتعرض إليه، هو المسألة ديال النظرية ديال المؤامرة على أن الغرب يستهدفنا، وعلى أنه هذه المسألة هذه يريدون أن يحولوا المجتمعات العربية الإسلامية أكثر إدمانا منهم لهذه الأشرطة الإباحية. أكيد على أن ثلاثة ديال المحاور سنتناولها بتدقيق وسنتوصل إلى نتائج. سأتحول إلى الدكتور محسن بن يشوف. مسألة الحديث أو توصيف الظاهرة بالمرضية، يعني كان هناك شهادة أو شهادتين تحدثتا عن المرض واللي خاصه مرافقة وعلاج نفسي. الإدمان على المواقع يعني الإباحية طبعا هو شيء مرضي، لأن إدمان
هو كل أنواع الإدمان هي مرضية، سواء الإدمان على المخدرات أو الإدمان على المواقع الإباحية أو أي أنواع يعني من الإدمان. فهنا حسنا نعرفوا على أن باش الناس يفهمونا اللي تيشوفوا اليوم، على أن المواقع الإباحية لا تصور يعني الحقيقة ديال الجنس، يعني العلاقة الجنسية أو الطبيعة الجنسية فهي تمثيلية، ماشي هي الحقيقة ديال نقولوا سواء الأعضاء الجنسية أو الممارسة الجنسية. ككثير من الناس ملي راه يشوفوا ذاك المواقع هذاك راه نقولوا راه يتأثروا بواحد التأثير كثير جدا، وراه يظنوا على أن ما يرون هو الواقع. ممكن تعطينا المواقع الإباحية كثير من المشاكل، سواء في الانتصاب، سواء في الرغبة الجنسية، سواء يعني في التصوير، يعني في الأوريون مثلا، سواء مثلا في الميول، ما يسمى الميول، سواء مثلا في المشاكل ديال العادة السرية، سواء مثلا المشاكل في العلاقة الزوجية. عندنا مثلا بعض الحالات اللي مثلا الراجل راه يقوم بداك مشاهدة هذه المواقع الإباحية وراه يؤدي الغريزة ديالو وعادي يجي للزوجة، فتتوقع مشاكل هنا عندئذ. أو يجيونا بعض الحالات اللي راه يجي يقول لك أنا شفت في ذاك الموقع مثلا كذا وكذا، علاش أنا ماشي بحال هكاك؟ اللي بغينا نوصلوا للجمهور اللي تيشاهدونا اليوم على أن المواقع الإباحية هي طبعا أتينا من الغرب. أول منتج للمواقع الإباحية هي الولايات المتحدة الأمريكية ب 60%، وعلى أن هناك أكثر من 350 موقع يوميا ينشأ، وعلى أن الأرباح لأن من هذه القضية هذه يفوت 50 مليار دولار. ثم هناك شيء مهم على أن الإنتاجات أو في المواقع هناك ما يسمى ليغوتيزاسيون دي برودوي، يعني جميع الشركات مثلا سوف تعتمد على الجانب الجنسي للإشهار. راه يصورون على أن التدخين عنده علاقة مثلا بالجنس، أو الكحول مثلا عنده علاقة بالجنس، الغرض ماشي هو الجنس ولكن هو التسويق. تتكلموا على صناعة قائمة الذات وعندها عائدات طبعاً خيالية. غنرجع لك دكتور، نبغي غير نواصل باش ما نبعدوش كثير على الشهادات. أستاذ حسن الصغات، عندك مؤلف، ربما مؤلف طبعا الإباحية الجنسية سلاح دمارين شامل، أكيد أنك تطرقتي من خلاله لهذه المسألة اللي كنتكلموا عليها اليوم، اللي هي إدمان الأشرطة أو المواقع الإباحية. صحيح، أن الكتاب ديالي صدر 2013 وعنوانه هو الإباحية الجنسية سلاح دمارين شامل، ولكن أنا قبل من ذاك الشيء أنا خريج علم النفس، يعني عندي إجازة في علم النفس، وكان البحث ديالي ميداني وموضوعه هو مصادر الثقافة الجنسية عند المراهق المغربي. وانا اهم حاجه صدمتني في ذاك البحث في 81، ديك الساعه كان الفيديوهات هي جديده، دابا اليوم كاين الانترنت. فاللي صدمني تما هو ان اخر مؤسسه ياخذ منها الشاب ثقافه جنسيه هي الاسره، هي اخر من يعلم. فاذا انايا هذا البحث عندي راه جمره قديمه صاحبتني منذ المراهقه حتى وصلت الجامعه، حتى جمعت هذاك الشيء في الكتاب ديالي الاباحيه الجنسيه سلاح دمار شامل. لاني لماذا سميته سلاح دمار شامل؟ لاني وجدت في النهايه على ان هناك يعني اراده واضحه دوليه منظمه في اشاعه الاباحيه الجنسيه تستهدف الجامعه من صغار حتى الشيوخ، الشيخ تردو صغير والصغير تردو كبير. استاذ ما كتستهدفش فقط شباب المسلمين، لان هذه نظريه المؤامره هل تستقيم؟ لا، ليست صحيحه. باش نبقاو نبعدوا على انه تستقيم. تستقيم اذا عرفنا انه هناك اراده منظمه والناس دايرين صناعه ودايرين تجاره ويستهدفون تدمير المجتمعات. هذا كاين، هذا واقع لا ننكره، ما يمكنش تنكره. حتى القران كيقول لنا هادشي. ولكن في يعني هذه المواقع الان متاحه لكل شعوب العالم. ايوا، ومن يقف وراء هذا السؤال هو من يقف. ماشي غير المواقع، ما تهضرش على المواقع، خصك تهضري على القنوات. القنوات كذلك حنا كنتكلموا على لي بوكي، خصك شكون مالها، من يقف وراءها، شكون هما ذيك الاسماء، ماذا يريدون منها، انت شحال كيخلصوا، شكون اللي كيدي، عدد من الامور. غنرجعوا نناقشوا كذلك شنو اللي استوقفك ما جا في الشهادات؟ انا اللي استوقفني انهم كلهم يستنكرون الظاهره، كلهم تيقولوا زعما بحال بالدارجه اللهم ان هذا منكر. ضيعوا طيب الوقت ولا استقفنا ايضا انهم تيقولوا ان هذا مؤقت مرتبط بالمراهق، ولكن هذا ماشي صحيح. لان هذا الشيء يمكن يكون عند الصغار، يمكن عند المراهقين، يمكن عند الكبار، يمكن عند النساء، يمكن عند الرجال، عند المغاربه، عند غير المغاربه فيما مشيتي. واستقفني ايضا ان هذه القضيه ديال الخارج، كاين عندهم واحد الوعي بان هذا يمكن يكون من الخارج، هذا جزء فقط من الحقيقه. لان الخارج اذا وجد الداخل مستعدا، فاذا كيبقى السؤال عندك هنا هو شنو هذاك الداخل، واش عنده الوقايه
لمواجهة الخارج ولا معكش. غنتكلموا على الوقاية، سأتحول إلى السيد عبد العلي الغامي. طبعا تكلمنا غنتكلموا على إدمان الأشرطة الإباحية سواء في المواقع الإلكترونية أو غيرها عند فئات اليافعين والبالغين. واش فئات الطفولة في سن مبكرة حتى هي كذلك معنية باش نوقفوا من خلال تجربتكم على الحجم أو لنشخصوا الظاهرة في المغرب؟ طبعا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا هذا الموضوع اولا نشكركم لانكم طرحتوه، لان ولينا نشوفوا مجموعه من الاطفال اللي ولاو تيعيشوا واحد الانسلاخ على الهويه، ولاو تيعيشوا فقدان الثقه في الذات، وايضا اننا في نفس فيما تنحمد الله ان التكنولوجيا يعني فتحات واحد المجال ديال التواصل وكانت فرصه ديال انفتاح، ولكن في نفس الوقت يعني ولات اضرار يعني تتشكل لنا خطر على المجتمع. كما تنقولوا التجربه، الطفل تيحاول التجربه ديال السيجاره ولا تيجرب انه يعيش واحد التجربه ويشوف بعض المشاهد اللي تتكون مؤثره ليه في ذاته وتتكون عند انبعاث انها تنشرها بين الزملاء ديالو. وهنا فين ان الطفل تيعاود للطفل، وهنا تيولي كلشي حب الفضول، وهنا فينا نوصلوا ان ما كاينش مراقبه في الفضاءات ديال الانترنت، والمجال ولا مفتوح. الاب ولا تيشري لولده وسيله من الوسائل، ولا تيشري الهاتف يعني احدث الهواتف، وهنا ولا تيكون قريب حتى لما كانش عنده 3G ولا الواي فاي يعني متوفر بجوار ديالو. مثلا تينهار واحد النهار تيجلسوا في ابوه وباه في المقهى، تياخذ الكود تيولي تيجي حدا ذاك المقهى وتيتوصل. اذا حنا كانت عندنا تجربه في اطار ان كان عندنا واحد الفضاء ديال الانترنت، فتحناه درنا واحد البرنامج اللي تيمنع الاطفال يولجوا المواقع الاباحيه. للاسف اننا تجربه ما نجحت ليناش، لان مجموعه من الاطفال بحب الفضول كانوا تيجيو يعني تيجيو ما تيلقاوش ذاتهم ما تيبقاوش يجيو. وهنا تلقاو الذكور اكثر من الاناث، ولكن في نفس الوقت يمشيو للفضاءات الغير محروسه يعني فضاء لسيبير يعني اذا هنا تيولي تيعيش عالم اخر، لان الاخرين تيكون همه الربح اكثر. وايضا المشكل الاخر اللي خصنا نركزوا عليه هو اننا كل هو ممنوع فهو مرغوب. ايضا بما ان الاسره ما تتربيش طفل، المدرسه في غياب التربيه الجنسيه داخل المؤسسه التعليميه، اذا شو تينعكس انه تيولي يبحث عليها من الشارع من الصديق. اذا حنا اولا دابا الان تنعملوا على ما يسمى بالتربيه بالنظير. غنرجعوا للتربيه، غنرجعوا للتربيه لان المعارف الخاطئه. اعطيني في جمله ربما باش نواصل التشخيص. مادام جبتي الاطفال، لان كثير من الناس تينكروا الغريزه الجنسيه عند الاطفال. هذه القضيه مهمه جدا، على ان الاطفال حتى هما عندهم غريزه منذ الولاده. ولذلك نعطيك مثال ديال واحد الحاله اللي كانت عندي، واللي على ان لان اهم بناء يعني في العلاقه الجنسيه ذاك الطفل هو التصور داخل الاسره، العلاقه بين الاب وبين الام والسعاده والاشياء هذه سوف تؤثر كثيرا على النمو الجنسي عند الاطفال وعند التصور ديالهم. انا عندي مثلا حاله ديال السيده ملي كبرات وتزوجت لا تاتي شهوتها تماما مع الزوج ديالها، وهي تضطر على انها تروح لمواقع اباحيه أو تشتري بعض الأشياء التي تروجها يعني المواقع الإباحية لإتيان شهوة ديالها. علاش؟ لأن كان الأب ديالها كان يعني أولا مخمر، وكان تيضرب الأم ليها ضرب عنيف، ولم يكن هناك أي نوع من الحنان أو العطف أو الحب بين الأب والبنت. فالبنت ملي كبرات انسلخات، ما عندهاش ذاك الصورة. هذا يقدر يجرنا للدوافع، يعني هذا ربما دافع من الدوافع ديال إدمان هاد المواد الإباحية. دكتور فؤاد بلمير، يعني يجب أن نقول بأن هذا ماشي حديث جديد في المجتمعات الإنسانية كلها. إحنا كنتكلموا على منذ عقود خلات، كنا كنتكلموا على المجلات، في مرحلة لاحقة جاو الأشرطة من بعد القنوات التلفزيونية. اللي كيعطي الموضوع هذه الصبغة هذه هو هذه الفورة ديال التكنولوجيا أو ديال وسائل الاتصال. أكيد على أنه الموضوع ماشي هو وليد اليوم، فقط على أنه الوسائل والتقنيات الجديدة للاتصال والإعلام هي التي جعلته ينفجر بهذا الشكل هذا. أنا أريد فقط أن أركز على مسألة جاءت في التدخلات باش نحاولوا نتقدموا نوعا ما في الحلول، ما غاديش نبقاو دائما نلج الى دائما نتوجه نحو الخارج. انا غادي نعطي مثلا، واش الغرب، واش هذا الغرب اللي باغي يدمرنا، واش باغي يدمر حتى نفسه؟ واش جميع الناس ديال الغرب متفقون على ما تبث هذه القنوات وما ينشر على الصفحات الالكترونيه في الانترنت؟ هنالك كتب قيمه جدا انتجها الغرب ولم تنتج في الدول العربيه الاسلاميه. كاين كتاب لي مهم جدا اللي هو لو ليفغ نوار دو لاندستري روز دو لا بورنوغرافي على كريمناليتي، الكتاب الاسود على انه مثلا الصناعه الورديه
من الإباحية إلى الإجرام. إذن أعتقد على أنه المسألة يجب أن ننظر إليها من الزاوية الاقتصادية. راه في كل 39 ثانية يبث فيلم على شبكة إنترنت. إذا قمنا بالعملية الحسابية راه 3 مليون ديال الدولار التي تصرف شهريا على الأفلام اللي كاينة في الصفحات الإلكترونية والقنوات التلفزية. اليوم العدد ديال العزاب سنعرفوا بأنه في خلال 30 سنة ضعف إلى مرتين. إذن الإشكالية مطروحة على جميع المجتمعات، فقط فيما يهمنا نحن المجتمع ديالنا. إذا أردنا بالفعل أن نواجه هذه الإشكالية علينا أن نتحدث على العقل، على التربية، أن نتحدث بطبيعة الحال أن نسلح. أما القضية ديال الحجب، نحن ناعي، السماء أصبحت عارية وصعب جدا اليوم. العالم اليوم يوجد بين أصابع الشباب واليافعين والبالغين. بالضغط على اللوحة إنك بإمكانك أن تدخل إلى جميع المواقع. كاينة مسائل أخرى لتقنية عالية على أنك حتى إذا كنت تريد أن تدخل إلى موقع مهم، فبطبيعة الحال هاد الناس توسعوا فتخرج لك صور من هذا النوع. إذا هذه المسألة هي حاضرة، لا يمكن نهائيا أن نحجبها تقنيا. الحجب ديالها هو عن طريق التمنيع، التمنيع الثقافي، التمنيع التربوي، إعمال العقل، تكوين واحد العقل النقدي قادر على التمييز. إلى شاهدها بالصدفة أو لا علم من باب الفضول تيكون مسلح وعنده التحسين الثقافي. النظرية ديال المؤامرة راها أثرت علينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. دائما الشر يأتينا من الخارج ونحن نقبل هذا الشر. إذا كان الشر هذه راها عولمة اقتصادية، هذه راها أرقام خيالية اقتصادية، وبالتالي نعلم على أننا نعيش في المجتمع الاقتصادي يبحث عن الربح ولا يهمه يدمر ولا يدمر، قد يدمر حتى نفسه. أنا هذه الفكرة غنقولها للأستاذ حسن الصغاتي، إذا كان هذا الشيء تيجينا من الغرب، علاش تيستحكم فينا أستاذ حسن الصغاتي؟ شنو الدوافع؟ أولا قبل كل شيء بغيت نرفع الحرج برنامج دون حرج. الأولى عليا أنا لا أمثل مؤسسة دينية لا رسمية ولا غير رسمية، أنا كنمثل راسي، أنا كنمثل إنسان يعني فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد الطريقة، بواحد الطريقة، وهذا أنا رؤية وجهة نظري خاصة. الأولى، الثانية رفع الحرج يتمثل في أن القرآن الكريم راه تكلم على الموضوع يعني بصياغ مختلفة، بصيغة مباشرة، بصيغة الكناية، بصيغة جميلة جدا، بصيغة القصاص، بصيغة التحذير، بصيغة مختلفة. فإذا في الأول من نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، في الأول أول ما نزل عليه كتسمع اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كيجيك سؤال شنو هي من علق؟ يعني من علق راه باينة، علق منية تمنى تعلق في الرحم. إذا كيجيك مباشرة قضية النسل. وعلماء المقاصد الشريعة الإسلامية كيمثلوا الزبدة والقشدة كاع ديال العقل الإسلامي المفكر، اعتبروا على أن مقاصد الشريعة خمسة، وذكروا منها المحافظة على النسل. المحافظة على النسل فيه داخل هذا. حيت حنا يمكننا نهضروا على النسل، هما كيسميوه جنس ولا تربية جنسية، حنا نسميوه تربية تناسلية ولا الحفاظ على النسل. في هذا الموضوع أول كتاب، أول حاجة كتحلها في كتاب الفقه شنو كتلقى؟ كتلقى أحكام الجنابة. كيفاش تحيد رفع الجنابة؟ والجنابة منين جاية؟ معروف منين جاية. فإذا والعلماء ديالنا السابقين كتبوا في الموضوع تشبعوا، كتبوا مؤلفات رائعة جدا في هذا الموضوع، راه ما كان عندهم حتى شي حرج في الموضوع، الموضوع هو المشكل عندنا حنا دابا. حنا لما ارتفعنا حتى المستوى ديالهم ولا استطعنا نواجه هذا الشيء اللي كاين. فإذا هذه النقطة الثانية. الثالثة الحاجة المهمة هي أن هذا الشيء أولا الغريزة اللي فينا، أولا هذه آية هكذا خصنا نشوفوا، هذه كلمة الله مغروسة فينا. لو لم تكن هذه الغريزة ما استمرت الحياة، جعل لك هذه الغريزة لتستمر الحياة بطريقة جميلة، كيوصلك هو تال أرفع مستوى باش تستمر الحياة، كيعطيك هذه اللذة. فإذا هذه اللذة إما تكون هذه الآية، يمكن تكون غواية، يمكن تكون هداية. وهو كيقول لنا في الأول زين للناس يحبوا الشهوات من النساء الأولى، الدرجة الأولى، وعلماء النفس داك الشيء راه كيجعلوه حيد دابا الطعام والشراب حيدو. أول حاجة غريزية على الإنسان هي هذه،
استمرار في النسل، هذاك راه سميتو استمرار في النسل، ماشي اشباع الغريزه الجنسيه، هذاك استمرار في الحياه. فاذا هذه مغروسه فينا. علاش ما كنتمثلوش الامور بهذا الشكل وكنزلقوا لهذا الشيء اللي تنتكلموا عليه اليوم؟ ودابا حيت ما لا دابا اولا قبل كل شيء كما سمعتي كاين واحد الثقافه يعني متقوقعه على الذات، كاين الناس دايرين ريوسهم في كالنعام، دايرهم في التراب، يعني احسن وسيله عندهم هي يهرب من البحر، ما كيهز راسو تيقال البحر دخال عنده الدهوه والدوله ودو كل شيء. اذا هذا الشيء اللي كاين، لا 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 هذا الشيء فينا، ولكن كاين عوامل اخرى خارجيه يمكن تشعل فيه النار وتصبح نارا في المجتمع كله. على القران كيحكي لنا في الاول قصه ديال الوالد ديالنا الاول، والوالد ديالنا الاول في الجنه ادم عليه السلام وحواء عليه السلام، اول محنه تعرضوا لها هي هذه، راه العدو ديالهم دلاهما بغرور ليريهما سواتهما، ماشي يعريهم، عريهم شي يحيد لهم كل شيء ويخليهم عاريين. علاش؟ لانه كيعرف بان اضعف نقطه اللي يمكن يشد منها الانسان هي وصل الحزام. فاذا كاين ناس اخرين يسيرون على خط ابليس وكيجعلوا على ان ان تمسك الانسان من وسط الحزام اراده، ماشي غير مؤامره، لا اراده. راه القران الكريم كيتكلم على سوره النساء، سوره النساء كتكلم على كيفاش تشكلوا الاسره، من جايه الاسره من اسره واحده من نفس واحده، ثم كيتزوجوا وكيف تشكل الاسره في حال ما قبل، ثم في الزواج، ثم في الطلاق، ومن كيموت الانسان فين كتمشي الورد ديالو، ولكن في النهايه كيعلق الله تعلق سيقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اذا هناك اراده. علاش وقع هذا الميل اليوم؟ هذا كيسماه الميل العظيم، فهمتي؟ يسماه الميل العظيم، الميل العظيم هو انك تمسك الانسان من غريزته وتتحكم فيه كيف تشاء. فاذا كاين واحد الناس كيعرفوا بانه اذا شدك من الغريزه ديالك يتلاعب بك كما بغيتي. استاذ مازال كتكلم على نظريه المؤامره. معلوم؟ اسمح لي غير. طيب غنواصلوا النقاش، بغينا غير نسمعوا شهاده وغنواصلوا معك. منظم. قبل مواصله نتمنوا اننا نمشيو في الاتجاه ديال نتحملوا حنا المسؤوليات استاذ، يعني. لكن حتى مشكل. حنا كل واحد فينا ياخذ المصير ديالو بيديه، يعني كشعب او لا كمجتمع مغربي ياخذ المصير ديالو بيديه. قبل مواصله النقاش ننصت لشهاده التعادل الذي اقر بادمانه لسنوات إن مشاهده الاشرطه الاباحيه شانه في ذلك كما يقول شأن جل إن لم نقل كل أقرانه من المراهقين. يقر عادل وقد غدا اليوم شابا أن هذه العادة السيئة كادت لتؤثر سلبا على حياته نفسيا واجتماعيا لولا أن تدارك الأمر وإن تحقق له الإقلاع بشق الأنفس. روبورتاج أعده فايز شفيق الصورة لفيصل أبوش. بدافع الفضول وبتحفيز من الأصدقاء ولج عادل للمرة الأولى موقعا إباحيا وعمره آنذاك لا يتجاوز 14 عاما. لم تمر سوى أسابيع معدودة حتى تحول الأمر إدمانا أرهق نفسية المراهق. النهار الاول كنتي كديرو في وقت الفراغ مره شويه كتولي كديرو جوج مرات في السيمانه ولا مره في الشهر، شويه كتولي عندك جوج مرات في السيمانه، شويه كتولي عندك يومين، يعني ادمان، يعني انت صافي دخلتي لواحد المرحله ديال 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 صافي عجبك هذاك ودوك المواصفات وداك الشيء ما كتقدرش تلقاه، يعني انت راه واخا تخرج للشارع هنا يعني ما غاديش تلقى دوك المواصفات، واخا تقدر تعرف ما غاديش تعرف على شي وحده في دوك المواصفات، يعني انت ديما تقلب على الدريه. في غالب الاحيان كيكون تعرف على المواقع الاباحيه بدافع الفضول، وفي كثير من الحالات كيمكن يتحول ادمان، بحال اللي كيكتشف السجائر بدافع الفضول او المعجون ولا جوانات كذلك بدافع الفضول او الاكتشاف، ومن بعد كيولي في الادمان. فالمواقع الإباحية هي كتوجه الغريزة ديال الشخص، ما كتوجهش العقل اللي كيفكر. يكاد يجزم عادل بأن كل المراهقين ترددوا يوما على المواقع الإباحية لولا أن من سقط منهم في شرك الإدمان استعصى عليه الإقلاع، وكلما تقدم به العمر استعصى أكثر فأكثر. السنوات الثلاث التي قضاها مدمنا على الأشرطة الخليعة يقول بتأثيرها سلبا على نشاطه الجنسي.
واحد الوقيته كتولي عندك واحد الشك تقول انا راه واقيلا انا ضعيف جنسيا انا هنا ما غنقدرش يعني صافي كتولي عندك واحد الاحباط وواحد صافي وواحد كتفقد الامل فهمتيني ولكن المشكل كامل كيرجع لهذوك السيجات هما اللي خلقوا لك داك المشكل فهمتيني لان انت صافي ولا عندك واحد الادمان انت كتقلب على واحد المواصفات خاصه دايره في عقلك اللي كتعجبك ما غتبقاش تقدر تلقاها. تداعيات استهلاك الجنس في الافتراضي تلقي حتما بظلالها على العلاقات في الواقع. مدمنو الأشرطة الإباحية يفرضون على الشريك ممارسات تتسم بالشذوذ حينا وبالعنف أحيانا ما أدى إلى انهيار عدد من الزيجات. اللي ما عندوش دراية، اللي ما عندوش خبرة جنسية، اللي ما عندوش معرفة، اللي ما عندوش ثقافة جنسانية كيتلقى هذيك المعطيات كمادة خام وكيبغي كذلك يصوغ الجنسانية ديالو على هذاك الشكل شيء اللي ما يمكنش تقبله الشريك أو الشريكة. عن إدمان المواقع الإباحية أقلع عادل قبل أزيد من سنة. بقوة الإرادة تسلح وبالصبر استعان، وعبر ملء أوقات الفراغ واختيار الرفقة الصالحة طوى هذه الصفحة من حياته وإلى الأبد. الإدمان ديالو كتغلب عليه عن طريق باش تعمر وقتك، تعمر وقتك فهمتيني في واحد الحوايج اللي مزيانين بحال الرياضه بحال التخرج بحال بزاف د الحوايج تعرف على الدريات ولكن في واحد الحوايج زوانين يعني خرج من الدريات سير تعرف معارك مع القهوه فهمتيني تعامل كانك انسان عادي فهمتيني ما بقاش عندك واحد الادمان ديال دوك لي سيت وسميتو عاوتاني كيما نقول لك فهمتيني الصلاه حتى هي كتدفعك واحد الدافع اللي كيدفعك باش تبعد على هذا الشيء. عن هذه المرحلة العصيبة من حياته كمراهق قبل هذا الشاب أن يحدثنا بغاية تحسيس عموم المراهقين، لكنه يبعث كذلك برسالة للوالدين أن يشددوا الرعاية وليس الرقابة على أبنائهم في هذه السن الحرجة المفتوحة بابها على المصراعين على مختلف أشكال الإدمان. دكتور بنيشوي لكننا كنتكلموا وكما جا حتى في هذا الروبورتاج ان المره الاولى قد تكون بدافع الفضول او ربما صدفه، امتى كنوليو نتكلموا على حاله ادمان مرضي؟ واش مساله مرتبطه بعدد الساعات او بالدوريه ديال الاستهلاك او بالانعكاسات ديالها على الحياه اليوميه؟ اول شيء يعني احسن نعرفوا على ان الشهوه الجنسيه شيء طبيعي سواء عند الذكر او عند البنت. في المراهقه يعني هو شيء فيزيولوجي، هناك يقع بركان يعني الغريزة الجنسية تصل إلى القمة ديالها فتنفجر، ولذلك الشباب مثلا والمراهقين يعني في هذه الفترة هذه أغلب المراهقين راه يكونوا تيمروا بما يسمى العادة السرية وأشياء من هذا القبيل، وسوف يستغلون يعني هذه المواقع الإباحية لإشباع الغريزة الجنسية ديالهم. عندنا حالات كثيرة، عندنا بعض الحالات اللي كنتيجيونا مثلا اللي تيقول لك تمشي السيبر ويقوم بالعادة السرية داخل السيبر مثلا، أولا مثلا في البيت ديالو يعني راه يستغل يعني ذاك الصور ذاك الأشياء لإتيان الشهوة ديالهم. ولذلك كل ما طبعا الإنسان من طبيعته لأن الشهوة والجنس شيء طبيعي ماشي مرضي، بالعكس حنا عندنا بعض الحالات اللي تتكون مرضية، بمعنى إلا كان داك الشهوة مثلا صارت الحدود ديالها بواحد الطريقة غير طبيعية، واحد الاستهلاك ما يسمى لنافوماني مثلا، لنافوماني هما بعض الناس اللي تيستهلكوا الجنس بدون توقف. إلا خدينا حالة الاكتئاب الشهوة تكون منعدمة، إذا أخذنا بعض الأمراض النفسية مثل مرض الفصام أو أشياء أو مرض البارانويا أو أشياء سوف نجد مشاكل في الشهوة. إذا هذه القضية ديال وجود الشهوة الجنسية بالعكس هو شيء صحي نفسية إلا على أن طبعا إذا كان ذاك الشاب 15 عام وما راه يتجوز حتى 30 عام أو 40 عام مثلا، هنايا إذا ضروري ما يستهلك الجنس، يا إما راه يستهلكه عن طريق المواقع الإباحية، إما راه يخرج مثلا الفساد مثلا في الشارع وأشياء كما هو مثلا في الغرب، هما الغرب عندهم الإباحية تيقول لك المراهق لا حسو يصل للمراهقة لابد أن يستهلك الجنس، عندهم شيء طبيعي عادي.
حنا لا في المجتمعات الاسلاميه طبعا عندنا شيء ممنوع مثلا، طبعا يجب يعني الفكر الاسلامي هو يعني حدد الامور. بالعكس لا لاحظتي مثلا في الغرب الى خلينا الدول الغربيه، الثلث المجتمعات الغربيه الحين تتعيش في العزوبه، وعلى ان الرغبه الجنسيه قلت، يعني ما عندهمش ذاك الاستهلاك وذاك الاباحيه ادى الى شيء سلبي. في حين مثلا الى لاحظتي في المجتمعات الاسلاميه تيكون عندهم، احنا قاعد تنقولوا بعد نوبه بعض دول الخليج او لا في الدول العربيه، هي مؤسسه حول ثلاث امور، يعني الاكل والجنس والاستهلاك، يعني الاغراض اللي يعني السيارات او لا اشياء من هذا القبيل. اذا كل ما طبعا يا اما ذاك الشاب شنو راه يدير، يا اما اولا الشاب ولا الفتاه يجب ان تستهلك الجنس في الحدود الشرعيه مثلا على انها تزوج. في الموضوع ديال الادمان ديال هذا النوع من الافلام، يعني كل ما كان الإنسان مثلا محروم من الجنس، كل ما سوف يجد له مخرج، يا إما يستحلم يا إما سوف يقوم بالعادة السرية. يعني هذه وحدة من تدبير هذه الفترة ديال المراهقة، يعني طبعا هذه وحدة من، ولذلك هنايا المواقع الإباحية هي سوف تجد يعني مدخل كبير جدا، لأن ذاك الشاب عنده واحد القوة واحد الغريزة أنا كما قلت لك مثل البركان. فالبركان حال الادمان دكتور، حال الادمان اللي كيولي كينعكس على التمدروس، كينعكس على الحياه الاجتماعيه، يعني هنا كنوليو في واحد الحاله هذا مشكل، يعني خطيره جدا. كان مثلا الادمان مثلا بمعنى على ان ذاك الشاب راه يبقى يشوف ذاك المواقع الاباحيه دائما، وهنا تخلق له مشاكل كما اشرنا في التركيز في الدراسه في الاثار ديالو، حتى اثر في التكوين الجنسي ديالو. ممكن مثلا لا قدر الله مثلا على انه الا كان عنده مثلا بعض الحالات اللي عندهم ما يسمى تخوف اجتماعي، الناس اللي تيخجلوا وتيحشموا وكذا، راه يبقاو يستهلكوا المواقع الاباحيه اكثر، وهذا يؤدي تيجي عندك 30 عام 40 عام تقول لك انا مازال ما تزوجت. ولذلك انا المواقع الاباحيه ممكن تلعب دور سلبي وتاخير عمليه الزواج اللي هي احسن طرق استهلاك الجنس. واضح دكتور. غنواصل مع السيد عبد العالي رامي باش نرجع لفئه الاطفال والمراهقين. طبعا تكلمنا على هذه المساله ديال وتحدث عليها حتى يعني في روبورتاج، ان في البدايه كتكون في مجتمع المراهقين المصغر كيكون الاكتشاف، ومن بعد ما كتبقاش المساله تتداول في هذاك المجتمع، وانما كتولي ممارسه فرديه، يعني الانسان كينعزل بوحده كيولي كيعيش هذاك العالم ديالو بوحده. غير اولا يجب ان نتفق جميعا اننا نحن من خلال البرنامج لا ندعو الى الفساد والى الانحلال، لان ربما المشاهد قد يصحبنا اننا نقولوا هذا الشيء خصو يخرج خارج يعني ان هذيك يعني الفوره الجنسيه انه يلبيها في خارج اطار الزواج ولا الا، هنا خصنا نقنوا هذه الامور في اطار. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في هذا الموضوع قال لهم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان لم يستطع فعليه بالصوم. اذا من خلال هذا الشيء اذا باش ما يتفهمش مفهم خطا اننا شنو الدور ديالنا، ما كاين مجال انهم يفهموا الناس بهذا الشكل هذا، بعض لان احنا مجتمع محافظ كل واحد كيف تيفهم الرؤى، ولكن البرنامج بدون حرج الدور ديالو هو تنوير الراي العام. وايضا نقول شنو هما الاسباب اللي تيخليو وليداتكم، يعني لانك لما ربيتيش وما اثرتيش راه يخرج يجبد المعلومه من الشارع، لان مثلا بعض الطفلات في اطار الحوار ديالنا معهم كانت تجيهم العادة الشهرية، نهار جاتها أول مرة ما قدرتش تقول للأم ديالو، الأسرة اعتبرتها بأن شيء بأن جريمة أو شيء حاجة غير خارجة، ويعني أنا بقات متستر عليها. أيضا كاين التربية الجنسية داخل المؤسسة منعدمة، وحتى لا كانت إشكالية. مثلا احنا بعض المؤسسات التعليميه نقول لك مثلا احنا بعض الأحيان تيجونا آباء تيقولوا لنا الأستاذ فلان فلان تيقلح يد على بناتنا. باش من بعد تنمشيو نبحثوا شنو تلقاو؟ أن الأستاذ في إطار المقرر الدراسي تيهضر مثلا على في إطار النشاط العلمي على الجهاز التناسلي على كذا، وهما تيفهموها الفهم خطأ أن الأستاذ تيقل. إذا هنا خصنا حلول في كيفاش، إذا هنا خصنا نفكروا كيفاش هاد نوصلوا المعلومة صحيحة غير خطأ. أنا هنا شنو قلت لبعض الإخوان الأساتذة؟ انهم ممكن باش نطلقوا لهذا الموضوع ممكن استاذه تطوع مثلا الفتيات واستاذ يشرح، ولكن هنا غادي صعيب هذا ديال استاذ عبد العالي رامي، لان
بالعكس يمكن تضرب لنا في مقتل هادشي اللي تنادوا به اليوم. نعم انما خصش يبقى الحرج هذا الاستاذ وهذو التلاميذ. نعم. ما غنجيبو لهم الاستاذ غير الفهم، لان مازال عندنا مرجعيه، كاين الناس اللي مازال ما تيتقبلش ولده يفهم هادشي حنا، ولكن حنا دابا تنكونوا تنقلبوا غير نحاولوا، لان كل غير من بعد ما يمكنش نقبلوا يعني نخليوه على هذا يعني ان الولد لانه تا يوصل المعلومه. كاين اللي في بعض القرى على ود هذه الهضره تيمنع بنته كاع من القرايه، اذا هنا خصنا يعني نحاول نشوفوا حلول، ولو هي ترقيعيه انيه، ولكن حتى نوعيوا المجتمع ونعرفوا ايضا خصنا نعرفوا. حنا نرجع لك، بغيت غير نفتح واحد القوس. نعم هذه النقطه الله يخليك. واخا نرجع لك دكتور، بغيت نفتح واحد القوس. حنا الهدف ديال هذا النقاش ديالنا اليوم، واللي هو نقاش على عاتقنا فيه مسؤوليه كبيره، اللي هي مسؤوليه التنوير الراي العام. يعني ما يمكنناش نجيو هنا ونسمعوا المغاربه داك الشيء اللي بغاو يسمعوه. نعم كيف ما تكلمنا يعني من وجهات نظر من داخل المرجعيه طبعا الدينيه، وتكلمنا بمنطق الطب النفسي، وتكلمنا كذلك. نعم. بمنطق سوسيولوجي، وكذلك بمنطق طبعا الاشتغال ديالكم في العمل الجمعوي. فاحنا ربما اليوم من خلال هذا العمل احنا كنفتحوا العينين على بزاف الحاجات يمكن تكون غايبه. ملي كنتكلموا على الغريزه الجنسيه عند الطفل وخصني ننتبهوا لها الاباء، ملي كنتكلموا يعني حوارنا ما كنتوقعش انه يتفهم في هذا الاتجاه. نعم. وحتى اذا كان غيتفهمها انت سطرتي على هذا. نعم غنرجع نكمل غير واحد النقطه. جمله ديالنا هو تهذيب يعني التربيه يعني الجنس لدى الذكور ولدى الاناث، لان بعد ما تنتكلموا على الذكور وتنساو الاناث. حتى هو راه كاين النكت اللي فيها تتكلم على الجنس وتت امور. اذا نعطي واحد الاحصائيات اللي خصني خليني الحلول حتى الاخر. خصني غير نعطي واحد الاحصائيات على المواقع، ان المواقع التي تعرض الشذوذ مع الاطفال اثبت انها 100,000 موقع تساهم في التركيز على الشذوذ الجنسي لدى الاطفال. ايضا العدد الزوار المواقع الاباحيه في العالم ككل هي 72 مليون زائر. اذا ما نتصورش كما نقول، ما نقولوش غير احنا الدول العربيه اننا عندنا هي هذه المشكله، وكما قلت ثقافه المؤامره. احنا لاننا كل ما هو ممنوع فهو مرغوب، اكيد عليها، لاننا احنا ثقافه محافظه تتمنع. اذا لما لقناش هذه التربيه راه تيجيبها من الشارع، وبخصوص من وسائط التكنولوجيا الحديثه، وبخصوص ان كما الواتساب والمجموعه من الوسائط التكنولوجيا. وايضا واحد الشيء خلينا شي فكره حتى الجزء الثاني، ما تستهلكش افكارك كلها، اعطيني باختصار باش ناخذ نطروا الموضوع من جديد باش نوصلوا للغايات. انا تنعتقد باش نحاولوا نحسموا شويه هذه القضيه ديال الغرب والتقابل ديال الثقافات. نقول مثلا الغرب علاش وصل لادمان هذه الاشرطه وهذه الصناعه ديال هذه الاشرطه، مثلا هذه الاشرطه الاباحيه. الغرب مثلا عاش في الوقت ديال الكنيسه في القرون الوسطى، عاش واحد الحاله ديال الارهاب الجنسي، كانت تتحكم فيها الكنيسه وكانوا صكوك الغفران. صحيح. وبالتالي نعم. على انهم انتقلوا في السنوات ديال السبعينيات مع الموجه ديال 68 هذاك التحرر الجنسي والكتاب الشهير ديال ويليام رايتش حول لا ريفوليسيون سيكسويل. اذا الغرب اليوم حتى في الدول الاسكندنافيه باش نقول على انهم المفكرين ديالهم والسوسيولوجيين ديالهم ليسوا راضين على ما يبثوا في هذه القنوات وفي هذه الاشرطه، لانه يدمر الحياه الجنسيه التي تسعى الى اللذه. وهنا غادي نقول على انه الثقافه المسيحيه اليهوديه عانات بحكم مثلا التصورات ديال هذه الاديان بجوج، في حين الدين الاسلامي يجب ان نتفق باش نحسموا هذه القضيه وما نبقوش نرجعوا على انه هو الدين الذي اتى اعطى واحد الاهميه قصوى للذه. ومره اخرى اقول على ان الله وعد المؤمنين الصالحين غدا في الجنه على انهم سيكون عندهم صحيح الحور. اذا الحياه الجنسيه هي مساله لاساسيه وضروريه وطبيعيه. اذا عندنا هذه الحياه الجنسيه اللي حاضره، وكذلك عندنا هذه التقنيات الجديده للاتصال وللاعلام اللي ما كاينش منها مفر. اذا كيفاش غادي نوفقوا نحن في هذا المجتمع ونربيو الابناء ديالنا ونحصنوهم ثقافيا ونبعدوا على نظريه المؤامره، ويولي عندنا عقل يفكر لمواجهه كل ما من شانه ان يدمر المقومات الثقافيه ديال واحد الامه معينه؟ هذا هو بيت القصيد. هذا الكيف هي اللي غنشوفوها في ثاني اجزاء هذا العدد. غنرجع لك دكتور، فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لمتابعه النقاش وموضوع ادمان الاشرطه الإباحية، ولو أن الموضوع جرنا لتناول مواضيع أخرى متفرعة. نلتقي بعد لحظات. أهلا بكم مجددا، سأواصل النقاش مع الأستاذ حسن السرات
ضروري وحنا تنخوضوا نقاشنا حول الادمان ديال المواقع الاباحيه او الاشرطه الاباحيه، نرجع لبعض المعطيات اللي تم تداولها من خلال دراسات انجزتها شركات، مثلا شركه اليكسا التي تختص باحصائيات وترتيب مواقع الانترنت، شركه اخرى اسمها زيويت شركه العالميه، جاء فيها بان المغاربه يدمنون او يعني يتصفحون بشكل لافت المواقع الإباحية، وكان هناك واحد الترتيب جاب المغرب في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بعد العراق، وكان كذلك كانت دراسة أخرى في شهر رمضان بينت على أنه بقى الاستهلاك متواصل ديال المواقع الإباحية والتردد عليها من قبل المغاربة حتى خلال هذا الشهر. إلى أي حد ناخذ على محمل الجد ما جاءت به هذه الدراسات؟ أولا وقبل كل شيء يعني لا يمكن ان نسلم لها تسليما مطلقا، لان ما يمكنش من فين المعايير العلميه التي بنيت عليها هذه الدراسات، ولنسلم جدلا على ان الموضوع على ان هذه الاحصائيات صحيحه. ان كانت صحيحه فانها السؤال الاول اللي كيتبادر لنا واللي ما طرحش من الاول، المواقع الاباحيه شكون موراها؟ حنا كنهضروا على اللي كيشوف فيها، خصنا نعرفوا شكون اللي موراها، نعرفوا شكون اللي موراها، نعرفوا نظريه المؤامره واش كاين ولا ما كاينش. الأولى. ثانيا إن صح هذا فإنه هذا برهان قاطع على انعدام الثقافة الجنسية السليمة الصحية لدى الإنسان المغربي ولا العربي ولا حتى العالمي. ثاني لا توجد تربية جنسية سليمة تناسلية ولا ثقافة جنسية سليمة، لأن شكون لا يقوم بهذه المهمة؟ المهمة شكون لا يقوم بها؟ تقوم بها جوج مؤسسات ملي كنكونوا باقي صغار، كاين مؤسسة الزوجية ومؤسسة الوالدية. يعني يجيو الزوجين ويتزوجوا خص يكون عندهم هذا الشيء هو الاول، لان بها بينوا حياتهم واش عندهم ولا ما عندهمش، هذا سؤال. ثم ملي كيوليو والدين راه يكون عندهم اولاد، اذا كيفاش غيربيهم على ذاك الشيء؟ من مور ذاك الشيء كيجي المسجد، مؤسسه المسجد، مؤسسه المدرسه، وسائل الاعلام، كل قنوات التواصل الاجتماعي، هذه المؤسسات كلها هي التي تؤطر وتربي الانسان بصفه عامه. هل تقوم بواجب في هذا الشيء؟ هل مثلا مشيتي للمساجد، قول انا مثلا واعظ وخطيب في عدد من المساجد، هل المساجد تقوم بدورها في هذا ولا تعرض عن الموضوع؟ راه قليل ما كاينش. هل المدارس تقوم بهذا باستثناء ما نراه في دروس النشاط العلمي عند الاطفال الصغار ودروس العلوم؟ يعني تربيه الاعضاء والوظائف، ماشي تكاثر عند النبات، عندهم تكاثر عند النباتات والتوالد عند الحيوانات والتوالد عند الانسان، هذا الشيء اللي كاين في الابتدائي. في كيكبروا هذيك حاجه اخرى. ولكن السؤال، اذا المدرسه ما كتقومش بهذا الشيء، المسجد ما كيقومش بهذا الشيء، شكون اللي كيقوم بهذا الشيء؟ وسائل الاعلام. وسائل الاعلام ديال من؟ اذا من يملك وسائل الاعلام هو اللي كيربينا. حنا ما خصناش نساو باننا من الناحيه التاريخيه هذيك المجتمعات الغربيه كما قال الاستاذ مرت بمراحل، راه كانت في واحد الوقت الكنيسه تمنع هذا الموضوع، تمنع الغريزه الجنسيه وتعتبرها الزواج شر مطلق والمراه ما فيها الروح الى اخره، وتعتبر ايضا ان الانسان خصو يعيش رهبانيه مع انها مبتدعة. القران كيقول لنا ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذيك ابتداع وصافي لا يمكن. والثقافه اليهوديه تجد في التوراه، تجد في التوراه وتجد في الكتب الدينيه على ان الرؤيه الجنسيه حاضره حتى على الله، تصوره مع الله والتصور على الانبياء والرسول انهم يمارسون الرذيله مع بناتهم، كيسكروا كذا وكذا، عدد من سميتو. اذا هذيك الحموله حتى في الاديان كذا جاءت مع مرور الزمن حتى تكسرت في القرن العشرين، منتصف القرن العشرين، فيما يسمى بالثوره الجنسيه، واستمرت بعد ذلك الى ان وصلت الى ما نراه اليوم. فلم يعد احد في اي مجتمع من المجتمعات بمنأ عن هذا الهياج وهذه الثوره الجنسيه العارمه في العالم كله. راه فين مشيتي تنفس الجنس؟ فين مشيتي؟ فين مشيتي تلقاها؟ في البحر، في الشارع، في الاذاعه، في التلفزيون، في الماكله، في السيارات، في السجاير، فين مشيتي تلقاها؟ اذا ما بقيتيش تقدر تهرب منه. هذا يدل بالنسبه لي انا على واحد الازمه روحيه، انا كنسميها هذيك سيتي كريز سبيريتويل، هذيك لا ميزير ديال لام، هذيك راه الروح تعاني من الشقاء. راه هذاك الولد اللي كان كيتكلم راه ذكر الصلاه، قال بانه كيرتاح فيها. ما معنى الصلاه كيرتاح فيها؟ راه لابد لنا من شحنه روحيه قويه تستطيع لا تقضي على التراب، راه لا تقضي على الغريزه، ولكن تهذبها وتجعلها فيها الاجر، لان هذاك الشيء ماشي راه هو عباده عند الله وعند الرسول.
هذاك الامر يعني شيء عظيم ومقدس بنيت عليه الحياه الزوجيه، وكما قال الاستاذ وعد به المؤمنون في الجنه بدرجه لا يمكن بطريقه لا يمكن ان تتصورها. فاذا نحن في حاجه الى شحنه روحيه قويه، لان كل عصر عنده روح. هذا العصر عصر الماديه وعصر الاباحيه، هذا دليل على ان الروح مسكينه ذابلت ماتت، فلا بد لها من شحنه تحييها وتعيد ترميم البناء ديال الانسان كله، لا من الناحيه النفسيه ولا من الناحيه الروحيه ولا من الناحيه الغريزيه. نرجع لك كيف ذلك. بغيت نقول لك دكتور، تعطينا شنو الانعكاسات باش نبقاو نتكلموا كذلك ونخصوا حديثنا على فئه المراهقين خاصه، شنو الانعكاسات ديال هذا الحال ديال ادمان المواقع الاباحيه على حالتهم النفسيه، على حياتهم الاجتماعيه، على نشاطهم الجنسي فيما بعد، وتفتح لنا كذلك او تسطر لنا كذلك على الخلافات الزوجيه اللي ناجمه على هذه المساله. فبالنسبه للدراسه بغيت نعقب عليها على ان هذا التصفح يعني ديال المغاربه على المواقع الجنسيه، من تقول تصفح هذا لا شيء مرضي، بالعكس شيء صحي، على ان الكثير من المغاربه نظرا للغريزه ديالهم راه يمشيو ويشوفوا شنو كاين في بعض المواقع. حنا تنهضروا على ان الادمان على المواقع الاباحيه هي التي مضره، ليس ان تلأم اي انسان في المغرب كما بغى يكون، هذا شيء 100% سواء ذكور او اناث. واللي عنده كل شيء دابا عنده البورتابل، ما يمكنش شي شاب عندنا في المغرب ما يمشيش يشوف المواقع الاباحيه. ولكن واش نقولوا له اليوم بان هذا شيء لا صحي؟ لا، هذا التصفح يعني شيء عادي شيء طبيعي، اللي مرضي هو يعني الادمان، يعني ان ذاك الانسان راه يقوم بمشاهده ذاك المواقع يعني بطريقه مرضيه. الادمان شنو كنقولوا الادمان؟ الادمان هو استهلاك بطريقه غير طبيعيه يوميا لمده ساعات او دقائق. لكن انت قلت لنا بان هذاك المنتوج يعني فيه معارف خاطئه وفيه مغلوط تقدم الناس فتوى لا لا اسمح لي، ماشي فتوى هذه ولا شي حاجه، هذا يعني ما خصناش نخلطوا بين التصفح وبين الادمان، عدم الخلط. انه هو الفرق؟ الفرق الادمان يعني انت تشوف تصفح يعني تدخل على مرات تشوف اون باج على المواقع الاباحيه، هذا تسمى تصفح. هذيك هي البدايه، بعض المرات تصفح وتولي انها هي تتبدايه وانعكاس سلبي عليه، لانه تيربى. ما خصناش نخلطوا الامور. شو نعطيك مثلا مثلا الخجل اللي عندنا في المجتمعات العربيه هو اللي ادى لنا الادمان. نعطيك مثلا، انا جي مثلا عندي مريض اللي هو والزوجه ديالو وجا على انه ما تيولدش. صحيح. ما تيولدش. مني قلبتو جبرتو ما عندوش الخصتين. علاش هاد الطفل هذا ما تصورش هذا الرجل هذا يعني كاد ان ينتحر. علاش مني كان صغير الوالدين ديالو ما قلبوهش مزيان؟ ان عامه هناك بعض الحالات عند الاطفال تيكونوا الخصتين ما تيهبطوش. اذا حنا عندنا ذاك الخجل في المجتمعات العربيه والحياء والحشومه هو الذي يؤدي الى الادمان على المواقع الاباحيه. اما المفروض على ان داخل الاسره يكون نظام يعني ديمقراطي، والاباء يتكلموا عليهم مع وليداتهم ويفحصوا. يعني لا عندك ولد مثلا، تصور هذا الراجل هذا الولد هذا لو انه فحص في الطفوله ديالو وقمنا بعمليه جراحيه بسيطه، ما كانش ما كانش يوصل. باش نرجعوا للمواقع، اذا المواقع الاباحيه طبعا الادمان عليها هو، ولكن التصفح يعطينا هذه المعارف الخاطئه اللي حنا كنتكلموا عليها. لا يجب الخلط، لا يجب الخلط، لان دابا انت واخا تقول التصفح ما كاينش، نقولها لك يعني ما كاينش شي واحد اللي ما تيتصفحش. ما نقولوش صحي يا دكتور. طبعا يعني تقول هذا شيء معروف، هذا من طبيعه الانسان يعني. لا 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 يجب ان واش هاد الناس كلهم قلبتيهم؟ اسمح لي، هذا الانكار، هذا الانكار اللي عندنا دائما في المجتمعات ديالنا، احنا ما عندناش او كان الجنس جاي من الغرب. احنا طبيعي الانسان على الجنس يعني. ما تنهضوش على الجنس، ولكن دابا ما نحكموش بان جل المتصفحين انهم تيولجوا تيمشي يقلب او لا ربما صدفه يتصرف. هذه هي الاستاذه ايمان، باش انا باش ما نقولوش الدكتور ما لم يقل، فقط اراد ان يفرق ما بين التصفح والادمان. والمساله ديال التصفح هو ما قالش على التصفح، لا ما قالش بانها عاديه. لا لا، اي واحد اي واحد شي التصفح عادي اي واحد اي واحد تيولج كريم. اي واحد تيولد يعني تنكر واحد ولو عن باب الصدفه تصادفه صوار. اذا اللي بغى يقول على انه بالفعل المراهقين او لا غير المراهقين اللي تيستعملوا هذه التقنيات الجديده حتى ولو عن طريق الصدفه قد يصادفون صور خليعه، ولكن راه ما قالش بانها انعكاسات سلبيه. دكتور انت من البدايه قدمتي على انه شكل من اشكال انحرافات طبعا الجنسية. يعني الادمان على هذا، انا قلت لك يعني كمختص في الاضطرابات الجنسيه يعني سوي سيكسولوج،
عمري ما نصحت شي واحد على انه يمشي للمواقع الاباحيه. علاش؟ لان هذه المواقع وهذه كل المختصين، هنا الاختلاف في العالم كله، كل المختصين يعني في الاضطرابات الجنسيه ما يسمى السيكسولوج، ها كلهم يعني تيقولوا على ان المواقع الاباحيه لها اثار سلبيه على العلاقات الجنسيه. المواقع الاباحيه لا يجب ان ناخذ منها المعلومات الطبيه وخصوصا الناحيه الجنسيه. واضح. هناك كتب قد اشار اليها وهناك مؤلفين. شنو الانعكاسات على الحاله النفسيه؟ يقدر يعطينا هذا الادمان نوع من الاكتئاب، يقدر يعطينا عزله اجتماعيه، يقدر يعطينا لان هذاك الشخص اللي عنده هذاك الهواس كيمكن يكون في المدرسه وخصو غير يدخل مثلا الغرفه ديالو او لا في العمل او لا. طبعا هنا سوف تؤثر يعني كما اشرت على الحياه الاجتماعيه العلاقه الزوجيه كذلك. طبعاً هناك نساء يعني تشتكين يعني من التعرض للعنف المبالغ فيه مثلا. نعطيك على سبيل المثال عندنا بعض الحالات اللي تيجيو تيشوفوا مثلا في المواقع الاباحيه على ان مثلا راجل مثلا تيصوت مثلا المراه ديالو ولا تيضربها ما يسمى العلاقه سادومازو وحصو يطبق نفس الشيء مع المراه، او لا يقدر يشوف مثلا انه عنده علاقه مع جوج نساء ويقدر يجي يطبقها مع المراه ديالو، او لما يسمى الاتيان من الدبور لا سودوميزاسيون وهي حرام في الشريعه الاسلاميه وراه يجي مثلا يحاول يطبق، او لا هناك حتى بعض الرجال اللي تيبنيو علاقه جنسيه في هذه المواقع الاباحيه حتى مع الحيوانات ويودون ان يطبقوا نفس الشيء، ولكن لا يجب هناك الخلط. لا يعني ما تقوليش لما قلتش، يعني تنظر من ناحيه علميه على ان التصفح ماشي هو الادمان. مثلا الا خديتي ذاك الشاب اللي تيقوم ذاك العاده السريه دائما بالمواقع الاباحيه تجبره مثلا خدام وعنده مثلا ظروف ماديه يمكن له يتزوج. انا تيجي عندي كثير من الناس نشجعهم على الزواج، نقول له بالعكس انت ذاك المشكل ديالك من الناحيه الجنسيه لا يجب ان تعالج بالمواقع الاباحيه، بل يكون الزواج مثلا الا خديتي واحد عنده تخوف اجتماعي وعنده مشاكل في القذف السريع مثلا، حنا دائما تنصحوا هنايا شنو العلاج؟ هو الاستهلاك الجنسي عن طريق يعني في الحلال، ولذلك هنا يكون الزواج احيانا الحمد لله علاج، في حين كما شفنا على ان المواقع الاباحيه حتى في الغريزه الجنسيه الا خديتي حتى في التصور، يعني ذاك الرجل اللي تيقوم مثلا ماشي هي رجل، يعني هنا الذكور تنظروا على الذكور والاناث ماشي هي الرجال هما اللي تيشوفوا المواقع الاباحيه بالعكس، الا بقينا حنا دائما تنخجلوا وتنحشموا اشياء من هذا القبيل راه يوليو عندنا النساء المغربيه راه يشوفوا المواقع الاباحيه اكثر من الرجال. علاش؟ لان حرمان المراه من الغريزه الجنسيه الطبيعيه ديالها. عندنا كثير من الحالات مثلا اللي ذاك المراه متزوجه مده 20 سنه و30 سنه ولم تاتي شهوتها مع الزوج، نظرا لان الزوج هو ياتي الشهوه ديالو مع الاشياء الاباحيه هذه. اذا هنايا العلاقه الجنسيه الواقعيه ماشي هي العلاقه اللي تاتي عن طريق يعني الصور، ولكن مثلا الا كان الرجل تيضرب مراته وتيصوتها او تيعذبها او شيء من هذا القبيل، كيفاش بغيتي العلاقه الجنسيه تكون ناجحه؟ انا العلاقه الجنسيه مثلا اكثر اذا كان الرجل تيحب الزوجه ديالو هذا المستوى طبعا غريزي، المستوى العواطف تتلعب دور مهم في حين في المواقع الاباحيه ليس فيها عاطفه، هي مواقع يعني صحيح فقط صحيح مشاهد تتشوفها ومشاهد متكرره. المواقع الاباحيه تشوه الحقيقة الجنسية. واضح. كيفاش نخرجوا من هذا الشيء؟ نبدا معك دكتور فؤاد بالمير، كيفاش نشيعوا ثقافة جنسية مؤثرة قيميا وأخلاقيا؟ كيفاش نواجهوا الحقائق ديال الأمور بكل شجاعة؟ كيفاش نأثروا خاصة النشء؟ لأن ربما إذا كان المسألة مرتبطة ببالغين أو أشخاص متزوجين فهما وصلوا للمرحلة المرضية وخاصهم مرافقة ديال الطبيب، نتكلموا أن في الوقاية اليوم ماشي في العلاج. في الوقاية أكيد، ولكن بغيت نقول على أن واحد القلة واحد العدد قليل جدا من يدركون الخطورة ديال الإدمان على الأشرطة الإباحية. كاين دراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت على أنه التداوي من على أنه الإدمان ديال الأشرطة الإباحية أخطر بكثير من الإدمان على الكوكايين. تيقول لك على أنه مثلا إلا بغى المدمن على الكوكايين يتخلص منه وعنده الإرادة ديالو فأكيد على أنه في يوم من واحد الأيام سيصل إلى العلاج. في حين المدمن على الأشرطة الإباحية اللي تيوقع ليه كما توقعوا الأطفال الصغار عندما يقضون واحد العدد كبير ديال الساعات أمام التلفاز فيختلط لديهم الواقع بالخيال. أنا أفضل أن أتحدث عن الجنس الخيالي ماشي على الجنس الافتراضي لأنه تيغيبوا فيه واحد جوج مستويات مهمة جدا في العلاقة الطبيعية اللي هما الاحاسيس والمشاعر والتواصل والموده، هادو غايبين لانه اللي تنستعملوا في هذا الادمان على هذه الاشرطه تنستعملوا فقط. كاين كذلك الجنس عن طريق الهاتف اما الاذن
والعين، في حين غيب جميع الغرائز الأخرى التي تسمح بممارسة طبيعية تضمن هذه اللذة التي يبحث عليها الإنسان منذ أن وجد إلى اليوم، والتي يجب أن تهدب وأن تؤطر أكيد، لأنه أي شيء تخرج على الحدود دياله تندخل في المتاهات التي يعلم الله وحده المصير ديال الناس الذين المدمنين على هذه المسألة. إذن هذه مسألة اللي خطيرة جدا. باش نقول الوقاية غادي ننطلق من واحد المثال شعبي مغربي، سيقول لك الباب عنده القفل ديالو والعاتق عنده العقل ديالو. العاتق هو الإنسان اليافع، الباب عنده القفل، هذا الجزء هذا اليوم ينسمحوا فيه لأن السماء أصبحت عارية والكل بإمكانه أن يلجا إلى هذه القنوات وأن يلجا كذلك إلى هذه المواقع. هناك بلدان خدات خيار الحجب، بعض بلدان الخليج العربي، هناك تركيا العلمانية، إيران، كاين واحد مجموعة. هذا الحجب هذا أكيد على أنه هو حل اللي فوري وآني، ولكن نحن دائما نبحث عن الحلول الاستراتيجية، هي نوعا ما بعيدة وتتطلب واحد المجهود كبير، تكاتف ديال جميع المكونات والمؤسسات اللي عندها الدور ديالها، حاسيب مؤسسات الأسرة. اليوم ملي تسول شي سيد تيقول لك لا عندي جوج وليدات، عندي واحد البنيه واحد الوليد، سبحان الله العظيم ملي تيدخلوا هما سادين عليهم في البيوت الحمد لله. هذه راه من الاخطاء الخطيره جدا، داخل عنده الحاسوب ديالو، اتعلم ماذا يفعل هو هاد 7 ساعات 8 ساعات؟ اذا واحد النوع ديال واحد الديميسيون، استقاله ديال الوالدين من المتابعه، لانهم اليوم انا تنوفر ليه واحد مجموعه ديال الظروف. اذا انا قمت بالواجب ديالي، التربيه عمليه فيها المتابعه، فيها المرافقه، فيها المصاحبة، فيها الحوار، فيها التواصل، وكذلك المؤسسة. دائما الأستاذ إيمان في كل حلقة حضرت معك إلا وأكون مضطرا لكي أتحدث على المدرسة العمومية، على الدور ديال المدرسة. فإلا كانت هذه الكلمة ديال التربية على الجنس، هذه الكلمة ديال الجنس قد تخدش الأذن، علاش ما نتكلموش على التربية على الحياة، التربية على المعاشرة، كيفاش مثلا كيفاش نؤطر هذه العلاقة هذه، وما يكونش عندنا كما قال الدكتور هذه الحشمة بركة، لأن هذه المسائل هي اللي أدت في المجتمع المغربي على أنه مثلا يعرف بهذه مجموعة العقد. وغادي نرجع لواحد المسألة اللي مهمة، اللي هي طبيعة الحال هي التواصل داخل الأزواج. راه الأزمة اللي تعيشها الكوبل اليوم، الأزمة اللي كانت تعيشها المفهوم ديال الكوبل في الستينيات والسبعينيات في الدول الغربية راه بدأت تنتقل إلينا ولا نتحدث عليها كثيرا، كل واحد ساكت، كل واحد صابر، في حين هذا الصبر هذا وهذا الحرمان وهذه المعاناة هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإدمان على هذه الأشرطة، هذه النوع ديال الاستهامات لا يحقق ذلك في الحياة الطبيعية وبالتالي يبحث عنها في الخيال. إذا اللي تنقول على أنه المؤسسة ديال الأسرة والمؤسسة ديال المدرسة والمؤسسة ديال المسجد وجميع المكونات ديال المجتمع المغربي خصهم يعرفوا على أنه هذه غريزة موجودة، ما نبقاوش نضرقوها، كاينة تمارس. وكذلك المسألة اللي بغيت نأكد عليها هي التربية على إعمال العقل، أن علموا المغاربة يستعملوا هذه النعمة اللي يميز بها الله هذا المخلوق، هذا هو إعمال العقل. ملي تولي أنا عندي عقل نقدي وقادر نميز بين الأشياء، حتى هذه الدراسات فاش نختم بها، هذه الدراسات هذه يجب بطبيعة الحال ما نتيقوهاش كاملة، نتيقو بالدراسات العلمية اللي منشورة في المجلات بطبيعة الحال المعروفة واللي عندها مكانة علمية، لأنهم اللي تمشيو مباشرة تلقاو دراسة منشورة على الصفحات ديال الإنترنت اللي تخسروا عليها فلوس وتمولات وهي مجانية. علينا أن نتساءل من وراء هذا، فين ما تلقاو شي دراسة على مثلا قالوا شي دراسة 50% ديال المغاربة يعانون من البرود الجنسي، الضعف الجنسي، مباشرة تتلقى شكون؟ الشركة ديال الأدوية التي تريد أن ترفع من القدرات الجنسية. إذا خصنا نعرفوا على أنه الشركة ديال الأدوية جوج ديال الصناعات خطيرة جدا، ثلاثة، الصناعة الجنسية الوردية والصناعة ديال الأسلحة والصناعة ديال الأدوية والصناعة الوردية بين قوسين، لما قلت الكتاب الأسود عاد جينا الصناعة الوردية. إذا تنقول على أن ثلاثة الصناعات، الصناعة ديال الأدوية وراء تمويل مجموعة من الدراسات التي تدفع إلى مشاهدة. واضح نرجع لك. غير نذكر بأن أحد نذكر أن أحد اللاعبين المغاربة أنه يعني عن طريق الانترنت خرج على مستقبله، لان باش دار العاده السريه امام كاميرا مع 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 وفضحته السيده اللي كانت يمارس معها العاده السريه ودمرت ليه الحياه ديالو والمستقبل ديالو الكروي. اذا هنا خصنا نتنبهوا بان مورا الحاسوب كاين هناك وحوش ادميه،
بعض الاحيان بسبب ان البنت الزواج تيقول لها بغيت نشوفك كيف دايره وتتبطل المفاتيح ديالها تتوريهم، وهنا الاخر ربما تيصورها وتيسجلها بالكاميرا وانه تيبتزها. اذا هذا التحذير تحذير الاباء، وكما قال الاستاذ الابواب المغلقه ديال وليداتكم ما خاصش ولادكم يبقاو امام ابواب مغلقه، بالعكس راقبوهم، لان هذاك الحاسوب راه في حد ذاته راه كيف تيقول لك قنبله موقوته عندك في البيت، اذا خاصك تراقب. وكاين برامج احد الشركات المغربيه للاتصالات باش ما نديروش الاشهار لها انها دايره برنامج للحمايه الرقابه الابويه اللي ممكن انه تستعملوا انت في الكمبيوتر ديالك، على الاقل تشوف ولدك شنو المواقع اللي تيولجها على اساس في اطار الحفاظ عليه والسلامه ديالو، لانه ايضا تعلموا انه ما يعطيش المعلومات ديالو وما يعطيش يعني الاسماء، لان تلولوج الوسائط الفيسبوك ولا تويتر انه تيحدوا واحد العمر ديال الاطفال، وبعض الاحيان الطفل تيكذب في السن ديالو باش تيعطيو الصلاحيات، وهنا انه استعمال الدردشه انه استعمال خطير، اذا خصنا نراعيو حتى هذيك الدردشه. تكلمتي على الدردشه السي عبد العالي الرامي، وزاره الصحه تحمل مسؤوليتها، لان هناك ما يسمى بالصحه المدرسيه داخل المؤسسات، ما بقاش وزاره الصحه تبقى متكفله غير بالتلقيح في الدخول المدرسي والمراقبه الصحيه، خاص ايضا تهذيب الحياه الجنسيه داخل المؤسسه، والدكتور يحاول الدكاتره يدخلوا للمؤسسه يولجوا ويقوموا بعمليه توعيه ماشي غير للاطفال، حتى الاهل ديالهم والاولياء الامور، لانهم مفروض عليهم هذا الشيء، لان وزاره الصحه ما تبقاش. تكلمتي طبعا على الدردشه، نبغي نفتح قوس ونقفلوا بسرعه المساله ديال ادمان المواقع الاباحيه والتردد على هورا في الدردشه، يمكن بالنسبه للاطفال يمكن انها تسقطهم بين ايدي عصابات البيدوفيليا. نعم. نعم. ويتعرضوا طبعا للاستغلال الجنسي. غنعطيكم طبعا حقكم في الحديث حول موضوع او حول مداخل اشاعه ثقافه جنسيه سليمه، لكن بعد مشاهده هذا الروبورتاج من خلاله حضر طاقم بدون حرج نشاطا تحسيسيا حول ادمان الاشرطه الخليعه نظمته احدى الجمعيات بالحي المحمدي بالبيضاء لفائده الاطفال والمراهقين بما يداومون على اقترافهم من سلوكيات خاطئه. اقر اليافعون عن الاخطار المحدقه بهم حدثهم الفاعلون الجمعويون بدون حرج. عودة إلى فايز شفيق، الصورة هذه المرة لعبد الصمد منتصر. في الموعد حضر نبيل، موعد نشاط تحسيسي نظمته جمعية أولادي لتنمية بلادي في موضوع إدمان المواقع الإباحية. قبل الالتحاق ببقية الحاضرين كانت للطفل جلسة بوح مع أحد الفاعلين الجمعويين، تحدث خلالها نبيل عن حال الصدمة الذي انتابه في مرة أولى لم تكن الأخيرة. هذه المرة لقيت حد صاحبي خلص عليه السيبي قال لي غندير لك واحد المواقع ديال الكور ودير لي داك الشيء كلام الخير. مش أول مرة تحرش ياك قال لي وراه غندير لك المواقع ديال الكور بزاف راه تشوف داك الشيء العجب زعما داك العجب ولا خايب. ملي شفت داك الشيء الخايب حاسس بحال واحد حاجه شي حاجه على جاتني على غفل. ومن بعد وليتي انت كتمشي بوحدك؟ كيفاش كتدخل كيفاش تعلمتي هذا؟ علاش فين تمشي بورنو كيطلع؟ كتدخل بورنو كيطلع كتدخل اي انسان. بالنسبه للمسيده ما كيهضرش معاكم. المهم خاصك كتخلص من ساعه. لهؤلاء الأطفال والمراهقين أصغى الفاعلون الجمعويون، وبعيدا عن لغة العتاب والوعيد أبدوا كل التفهم لحساسية المرحلة العمرية، وأسهبوا في فتح أعين الصغار على المخاطر التي تتهدد صحتهم النفسية وحياتهم الجنسية فيما بعد جراء التردد على هذه المواقع. تمرين تواصلي قفز على العديد من الخطوط الحمراء تمنت الجمعية لو تكرر في كل البيوت. في المجتمع المغربي باقا ما عندناش هذه الثقافة ديال أننا خص الدري تتبعو ودير ليه ثقافة تربوية ديال أن مثلا تحس الجنس وتبدا تحسوا بأن لا هذه ما تمشيش ليها وهذه راه خطورة عليك وهذه لا ما عندناش أصلا، حتى تقول أن تيقول لك الدري أنا مشيت بديت تناقش معاه في هذه المسائل هذه من الحشمة، ما تيبقاش الدري تيحشم الراجل او لا الام ما تبقاش تحشم بين ولدها او لا بين بنتها تقول لك، وهي بان نورمالمون عاده عاديه انسان اللي تتشد الدريه ولا تتشد الدري وتقول لي ولدي هاد المسائل هاش كاين اش كاين وباقا بعيده عليك في هاد السن ما خصك تشوفها وخصك تبعد عليها،
ما كايناش تتنعدم اصلا. على وجوب تمكين النشء من الأجوبة السليمة حول كل ما يتصل بالحياة الجنسية يجمع الأخصائيون، بدل حال الفراغ المعرفي في الواقع ما يزج بهم إلى الافتراضي بكل تداعياته وأخطاره، مؤكدين أن نقاش التربية الجنسية آن له أن يفتح في المغرب، تربية تتجاوز التعريف بالأعضاء والوظائف إلى إلباس الغريزة لبوسا قيميا أخلاقيا، حتى تغدو التربية الجنسية تربية على الحياة. أستاذ حسن السرات، باش نضبطوا المفاهيم، تنتكلموا على التربية على الحياة، وتنتكلموا على أن هذه الإشاعة ديال هذه الثقافة المؤطرة بالقيم وبالأخلاق تكون من خلال رفع الحرج وماشي الحياء. كيفاش ممكن نحققوا هذه المعادلة الصعبة؟ أولا قبل كل شيء لابد من إشاعة أجواء التدين السليم، ماشي التدين المتزمت ولا التدين المتحلل لايت. ايوه هذه الاولى، فكلما كان هناك يعني نعرفوا التدين السليم كذا، التدين السليم هو اللي كيف كتاب الله وسنه رسوله، والتدين السليم هو اللي قدموا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجيه، وقدموا لنا الصحابه، وقدموا لنا كبار العلماء الراسخين في العلم، وكان ما كان عندهم حرج في هذا الموضوع نهائيا. والتدين السليم هو اللي كتلقاه في سوره النور في الاول، هي سوره النور ياك، ولكن كيتكلم على تربيه تناسليه سليمه تبدا في الزوجين قبل ما يتزوجوا، وتبدا عندما يكونان والدين كيقدموا واحد القدوه بعدا، هذاك السلوك ديالهم كيفاش كيتصرفوا مع الغريزه راه ينعكسوا ويتشربوا الاطفال بعدا، راه كيعرفوا كيفاش الطريقه كيفاش ينعسوا، الطريقه كيفاش يلبسوا، كيفاش يدخلوا، كيفاش يخرجوا، كيف ننظر. راه هذيك سوره النور كتهضر على واحد القضيه مهمه جدا وهي غض البصر، لانه تيقول لك ان البصر اذا هو المفتاح الاولاني، اذا مشيتي تفتحتي البصر وطلقتيه ما يمكنش تحكم في العمليات الاخرى، هادشي معروف معروف، الدراسة العلمية تثبت ذلك، لذلك كاين ما يسمى بغض البصر. لإشاعة ثقافة يعني على الحياة ولا ثقافة على الحياء ولا ثقافة على العفاف، قلت لك أولا ينبغي إشاعة التدين السليم، ثانيا تهيئة المؤسسات التي تقوم على ذلك، الأسرة، المسجد، المدرسة، وسائل الإعلام، الشارع إلى آخره. رابعا راه حنا ماشي في قريه معزوله، ما حنيش في بلاد معزوله، راه من الصباح حنا كنتكلموا على المغرب في سياق موجود في قريه عالميه، وان هذاك الشيء الفساد ولا هذاك الشيء راه عالمي فيما مشيتي كاينه. ولكن ايضا رد الفعل ضد هذه الثوره الجنسيه بين قوسين، توجد ايضا جمعيات، توجد حركات للعفه ولمناهضه الشيء، هذا الشيء كامل موجوده في العالم كله فيما مشيتي، موجودة في أوروبا، موجودة في الولايات المتحدة، موجودة في السويد، موجودة في أي مكان. هذه تهيئة يمكن لنا نستفدوا منها ونشوفوا علاش ما تحالفوش معها، علاش ما تعاونوش معها، لأن الوباء عالمي، خصنا نواجهه عالمي. إذا على الحجب أستاذ، الحجب ديال هذه الحجب واحد، يعني الحجب واحد الوسيلة من حزمة وسائل تقدر تبلغ المئات ديال الوسائل. الحجب راه ولكن عندها ربما فعاليتها في هذا، كاين شي ناس خاصهم الحجب، خاصك تعاونوا بالحجب، لابد ما تساعدوا، علاش كاين المنع؟ علاش كاين المنع؟ أنا كنتسائل دائما علاش توجد مافيات في العالم تتاجر في الفتيات، ياك تتاجر في الفتيان لإدخالهم في سوق النخاسة، وهذا الشيء ديال البورنو، هذا الشيء كاين لا تلقي لا يلقى عليها القبض. لكن إذا كانت شي حركة متزمتة داعش ولا غيرها، مع أنني ضد داعش وضد كل شيء، دغيا كتلقاها العالم كله كاين ضليها، علاش ما كاينوش الاخرين؟ هذوك الاخرين يخترقون الدول، يخترقون الحكومات، يخترقون المؤسسات، حتى ان كتاب الاسود لو ليفغ نوار دو لا بروستيتيسيون سمى عدد من الحكومات حكومات القواده، استسمح على هذا الاسم، ولكن لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء من الجمهور. حكومات القواده هي الحكومات التي تسهل لهذه المافيات ان تتاجر في الناس ودفعهم يكونوا وقود وسلع لهذه المواقع الالكترونيه، وكيولي يعني الجهاد بالجنس الان ولا مفهوم جديد، يعني عبارات جديده على المافيات. لما خلينا استاذ حسن السرات اليوم تنقولوا العموم المغاربه انهم خصهم يرافقوا وليداتهم، انا كنقول هما السؤال اللي تيطرحوه كيفاش يتكلموا مع الاطفال، شنو يقولوا لهم، شنو ما يقولوا لهم. من اهم المشاكل ان الوالدين ما كيتكلموش مع اولادهم، علاش؟ لانهم هما ما ترباوش على هذا الشيء. إذا كان عندك شحنة كبيرة من العطف والحنان والمحبة، راه الأولاد كيجيو عندك ويبوحوا لك، يقول لك أي حاجة
لانه عارف راسو غيجي اي حاجه ضراته اي حاجه فرحاته غيقولها لك. اي حاجه كانت عنده عليها اسئله اي حاجه غيسولك يقول لك شفت وكذا وكذا وكذا، وانت ايضا تاني خصك تسول وتتبع، لان هذاك ولدك راه عارف شنو كاين. تبعد على الترهيب ربما. ما كاينش ترهيب. هذا الذكاء، هذا الذكاء العاطفي الذي ينقصه. المصاحبه يجب ان تكون هناك المصاحبه مع الاهل مع الابناء، لان مجمل باش نهضروا مع المجموعه من الاطفال تتلقاه باه ما تيتجاوبش معاه اصلا، ما تيشوفوش، ما تيتكلمش معاه اليومي، فما ادراك. وبعض الاحيان الظروف المعيشيه الانيه الاب تيجي مرهق من العمل ما تيبانوليش ولاده، تيبان له التلفزيون، تدعى التلفزيون، اذا ولو امور اخرى ما تتخليش تواصل، او تيجي من العمل تيمشي للقهوه تجلس في القهوه وتيخلي واحد الفتره انه يراجع مع ولاده يقرا معهم، وايضا يحسوا بان هناك رب اسره تيعتني بهم، وهناك مشاكل موضوعه في هذا الشيء، وتلقاو مجموعه هنا فين يبداو يقلبوا. وايضا المشكل اللي خصنا نجو هو باش يسول الطفل كيفاش ماما كيفاش خرجت للدنيا، كيفاش تولدوا؟ هذا سؤال في حد ذاته تيولي بعض الامور، تيبقى الام تتحرج وتتبدا يعني تقول شي امور خطيره تتكذب وتتبدا تراوغ، وفي الحقيقه هنا تيولي بيجي تيقلبها في الخارج. كيفاش نجاوبوا على هذا السؤال دكتور؟ غنختم معاك، غنختم معاك دكتور بلمير. تكلمنا في الوقايه كثير، واش هذه الحالات هذه قابله للعلاج؟ اليوم الاباء الى عرفوا بان كاين هذا الاشكال ديال ادمان الافلام الاباحيه ولا تصفح عند وليدات ديالهم وبغاو طبعا يعرضوهم على اخصائيين او لا، واش نقول لهم اليوم بان هذه المساله ممكنه شريطه تكون مرافقه سليمه؟ يعني بالنسبه للاطفال يعني كما شفنا في الشريط، يعني ايقاد الغريزه الجنسيه عن طريق الافلام الاباحيه هو شيء غير مرغوب وممنوع، ولذلك نجد في الافلام الاباحيه كلها ممنوع. قل من 10 سنوات او قل من 12، علاش يديروا هما هذه القضيه؟ لان القانون ممكن ان يحاسب ان الى يقضي الغريزه الجنسيه بشكل غير طبيعي فهو يعني تحرش جنسي. اما طبعا بالنسبه للاطفال، احنا عندنا بعض الحالات مثلا اللي مرضيه تجينا مثلا المراه متزوجه اللي تزوجات 13 عام مثلا ما دخلش بها الزوج ديالها، فهي عندها ما يسمى خوف من العلاج أو ما يسمى لوفاجينيزم. من بعد نوبة تبحث تقدر تجد بعض الحالات تحرش جنسي أو اغتصاب، ولكن في بعض الحالات ممكن تجد ذاك الأم ديالها وذاك المجتمع تيقول شنو تيقول ذاك البنت؟ عندك تخرج، عندك إلى كذاك، عندك تهضر، عندك إذا تتخوفها وتتعطيها واحد النظرة تخوفية بالنسبة لكل ما هو عنده علاقة بالجنس. ولذلك هذا التصور من خلال الحالات المرضية حنا تناخذوا يعني الاعتبارات اللازمه. العلاج ممكن يا دكتور لان الوقت يداهمنا طبعا، فهنا العلاج مناش من ادمان المواقع الاباحيه طبعا هنايا، فكل الادمان على المواقع الاباحيه هذا الادمان هو مرضي، اي انسان عنده ادمان هذا شيء مرضي يجب ان يعالج في اقرب الاوقات ما يسمى لو سيكسولوج اللي هو اختصاصي في اضطرابات الجنسيه، ماشي لا ماشي التي نقول لك هنا واحد 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 القضيه مهمه باش نفهموها في المجتمع، ان كثير هناك خلط بعد النوبات الناس اللي تكون عندهم اضطرابات جنسيه ما تعرفوش فاش يمشيو، واش يمشيو عند ديرماتولوج، واش يمشيو عند اليورولوج، واش يمشيو عند جينيكولوج. جل الاضطرابات الجنسيه 90% او 95% هي عندها علاقه بالمشاكل النفسيه. هذا علاش نقولوا احنا حسن التوجيه، يعني نيه البرنامج يوجه الناس. طبعا هذا هو الهدف ديالو، يعني هذا هو الهدف، ماشي الهدف هو اشاعات الاباحيه. دكتور فؤاد بلمير انهي معك. انا نختم بواحد الجمله قالتها الاستاذه ايمان في النقاش معها، الطبيعه لا تحب الفراغ. الى كان الاجيال ديالنا احنا تعلمات المبادئ الاوليه ديال هذه الحياه في الشارع من عند ناس ماشي اختصاصيين، وبالتالي نجات مآسي مسكوت عنها. انا تنقول على انه العمليه ديال التواصل سواء على المستوى ديال الوالدين، المستوى ديال المؤسسه ديال المدرسه، والمستوى تنحمل كذلك المؤسسه ديال المسجد، مادام على ان الدين الاسلامي ليس فيه حراج في هذه المواضيع، كما ذكر الاستاذ على انه خاص تولي شي شويه ديال الشجاعه ونتحدثوا. وغادي نختم بواحد الخلاصه ديال واحد الدراسه علميه اثبتت على ان الاب إلا دار علاقة سليمة مع البنت ديالو وغمرها بالمودة والمحبة تيكون جلب ليها وحماها صحيح. من كل العمليات ديال الإغواء
وديال الرمل دي بها في هذا العالم، لانه هذه الاشرطه الاباحيه نسينا ما قلناهاش شيئت المراه وقدمتها على اساس انها شيء يعمل بها كل ما يريده الذكر. وهذه المساله هذه خطيره جدا، وتنعتقد على اننا داخل الاسره ندير واحد العمليه ديال التصالح وترجع المحبه والموده، ونبقاوش نخرجوا نتكلموا على الحب. ملي نتكلموا على الحب الاستاذ دائما دائما انا اسئله تنسال حتى الطلبه الكبار، الحب، حب الاله، كلنا نحب الاله، حب الوطن، نتحدث على الحب، الحب هذه المشاعر وهذه الاحاسيس راه هي والفاكسان ديال كاع هذه المآسي. يعني غير كخلاصه جمله لان الوقت كما اشار، يعني الا خديتي في الافلام الاباحيه فالمراه هي ستان اوبجي سيكشوال، وهذا خطا. يعني المراه مثل الرجل لها غرائز جنسيه، والرجل كذلك، وكل علاقه جنسيه بين الزوجين يجب ان تتم على ارضاء الجانب الاخر. نتكلموا على شراكه ماشي على شوف جمله باش ما نخليكش. جمله في الشريعه الاسلاميه، العمليه التناسليه ليست ترابيه، ليست شهوانيه، لها مقدمات عاطفيه جميله، لا بد من ارواء عاطفي، بعد ذلك يتم الارواء الجنسي، وعاد كاين الخواتيم ديال داك الشيء. هذه تعتبر عباده راه تعبد، ياخذ الانسان عليها اجرا، لان مشى دار في المنكر ودار الحرام راه ياخذ عليها وزرا. اذا هذه عمليه روحيه. في الاخير اولا تنشكر برنامج بدون حرج والاخت ايمان، لان اليوم هذه مناسبه ان الاعلام قام بالدور ديالو في اطار توعيه الراي العام وفي اطار التعريف بهذه القضيه المسكوت عنها والطابو اللي بالنسبه لمجموعه من اليوم خصنا كل مؤسسه تقوم بالادوار ديالو. واضح. المؤسسه التعليميه، المسجد، وايضا الخطباء المساجد دورهم، لانه مناسبه الجمعه تجمع الجميع. نتمنى ان خطبه الجمعه القادمه انها تتكلم على هذا الموضوع، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه يسمع ويعطي التعليمات ديالو من اجل ان هذه الخطبه تكون، وان رؤساء المجالس يتحملوا مسؤوليتهم الانسانيه باش لان هذه المآسي وهما ولكن الاشعاع ديالو والتعريف بهذا الامر. نتمنوا ذلك، وطبعا هذه فرصه باش نعاودوا نتكلموا او نعاودوا نجددوا الدعوه لفتح نقاش مجتمعي حول مسمى التربيه على الحياه، ونجاوبوا من خلاله على كل الاسئله وكل الانشغالات ديال كل فئات المجتمع، خاصه فئه المراهق. شكرا سيد عبد العالي رامي، شكرا دكتور فؤاد بلمير، شكرا موصول للدكتور محسن بن يشو والاستاذ حسن السرات. نهايه عدد هذا المساء من بدون حرج الذي حاول ان يستحق عنوان أنه أكثر هذا المساء. شكرا لكم على الوفاء لهذه الحصة، نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديا أن تي في، في رعاية الله.